إلى هذا المركز تتجه الأنظار للوقوف على تفاصيل الحدث الانتخابي والاطلاع على نتائجه. تغطية إعلامية مباشرة وندوات صحافية متعاقبة، وكالة أنباء وطنية وعالمية لتغطية الحدث، ومراقبون محليون وأجانب في الموعد في متابعة لحدث يعول الجميع على أن يكون خطوة جديدة في بناء الصرح الديمقراطي لتونس الجمهورية الثانية، استحقاق تعلن الهيئة أن التصويت من أجله بدأ فعليا في الخارج، وأن كل الاستعدادات ليوم التصويت في الداخل استكملت. المخالفات في الحملة الانتخابية قد بدأت بدرجة عادية أو متوسطة، لكن هذه الأيام نلاحظ أنها تتحول إلى مخالفات من النوع الجسيم وأحيانا من النوع الخطير. تدخلت الهيئة في مناسبات عدة لرفع عدة مخالفات حينا، كما تدخلنا بالتنبيه على بعض المخالفين من المترشحين، وتقولها الهيئة بصورة واضحة أنها لن تتردد في تطبيق القانون. المخالفات الانتخابية فاقت الحملات السابقة، أمر دفع الرئيس المؤقت محمد الناصر إلى التشديد على تحييد الإدارة وضرورة ضمان تكافؤ الفرص، مشددا على أن الهدف من الانتخابات هو إجراؤها وفق أسس القانون والدستور خلال الحملة ويوم الاقتراع. مصداقية نتائج الانتخابات تعزز مصداقية الدولة. هناك ارتباط بين مصداقية الانتخابات ومصداقية الدولة، وهو ما يؤكد خطورة هذه الانتخابات حتى تكون في مستوى ما يتطلبه نزاهة الدولة ومصداقية الدولة. الناصر يدعو التونسيين إلى التوجه بكثافة نحو مراكز الاقتراع للتصويت، مؤكدا أن الانتخابات هي ترجمة للثقة في المستقبل وتعبير عن الحقوق والمواطنة. هي مسألة ساعات لتصمت الحملات داخل البلاد، ليفسح المجال للناخب ليحكم رأيه في من يختار من المرشحين، في استحقاق استوفت هيئة الانتخابات من أجل تأمينه كل الاستعدادات، وتتعهد بأن تتحلى خلاله بكل ما يمليه الواجب الوطني من مسؤوليات. أيمن شارة، تونس، الميادين.